السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف نوع من أنواع الذكاء الصناعي اسمه ديالوج فلو، وده جوجل اشترته فأصبح تبع جوجل. طيب هقول له دلوقتي ساين إن ويز جوجل، ممكن تختار أي حساب من الحسابات، وليكن مثلا هختار مثلا حساب الإيميل بتاعك، وبعد كده هقول له ألاو، بيبدأ يعمل لك الحساب بتاعك، يقول لك المكان اللي انت موجود فيه، هنقول لك الاتفاقية، ربنا يسمحنا على الكتب دوت، بيقول لك don't know where to begin، خلينا نساعدك هديك شوية معلومات. طيب هقول له أنا عايز create agent، دي رسالة على الموبايل جالي ايميل. طيب بيقول لي agent name هتسميه ايه؟ هتسميه مميز مثلا، تمام. طيب عشان نفهم الفكرة، ده عبارة عن زي شات صناعي انت بتتكلم معاه وهو يرد عليك، تمام. هنعملها بطريقه ظريفه شويه فمحدش يستغرب، وهياخد له تقريبا دقيقه على ما يتعب. اللي خلاني اعمل الفيديو دوت ان في محافظ او شخص مسؤول في بلدنا، مجرد ان انت تفتح الشات معاه على الصفحه بتاعته وتقول له السلام عليكم، يقول لك لقد تم استلام شكوتك ويتم التحقيق فيها، واحنا عاقبنا الشخص خلاص، يعني منتهى الظرف. يعني المفروض ان هو يبقى ذكي، بمعنى ايه؟ لو اتقال كلمة كذا يرد عليه كذا، لو اتقال كلمة كذا يترد عليه كذا، تمام. طيب أول ما فتح قال لي ايه دي فيدباك، ده لو فشل في إن هو يلاقي إجابة يقول ايه، تمام. طيب ديفولت ويلكم، ده العادي إن هو رسالة ترحيب. طيب خلينا واحدة واحدة كده مع بعض عشان نصور الموضوع ببساطة، وأعتقد إن هو يحتاج منك كذا فيديو مش فيديو واحد. طيب بسم الله، هقول له ديفولت ويلكم، ده بيحصل ايه؟ دي الرسائل اللي انت لو اتكتبت اعتبر ان انت بترحب بيه، فيها هيرد بالردود دي، خليك حافظ الردود دي، هاي، هلو، جود باي، جود داي، جريتنج. طيب خلينا نقول له مثلا هلو هاي، وخلي بالك هو بيتعلم من نفسه. طيب انا كتبتها غلط فهو رد I didn't think it's that، قولها تاني. طيب هلو هاي، هاي هاو ار يو دوينج، هو خد دي ورد عليها هلو هاو ار يو دوينج. طيب خلينا نمسح دول وهقول له اي حد يكلمك قول له ايه؟ مرحبا، اخبارك ايه؟ تمام. طيب كده تتأكد ان دي حاجة يعني سبيشال، يعني تمام. طيب يعني لو قلت له هاي شايف دي محفوظه من قبل كده، احنا لسه ما سيبناش. طيب خلينا نقول له هاي بعد ما سيبنا، مرحبا، اخبارك ايه؟ طيب هل ممكن ان انا اقول للمستخدم يكتب حاجه؟ هيقول له مثلا مرحبا، مرحبا، ده في الموضوع. اول ما يكتب مرحبا هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي مرحبا، اخبارك ايه؟ صباح الفل. طيب يعني لما اقول له صباح الفل، خلي بالك في ذكاء صناعي، يعني لو كتبت صباح حاجه تانية ايه خلاص هو فاهم كلمه ان صباح دي معناها زي جود مورنينج حاجه زي كده، فجاب لك مرحبا، اخبارك ايه. طيب خلينا نرجع في الاول، فاكرين لما كتبت كلمه غلط دخل على هنا فول باك، قال لك ان في كلمه كتبت غلط انا مش عارف معناها ايه، فبسالك I didn't get that, can you say it again، وهكذا، تمام. يعني ممكن اقول له ايه؟ الغي لي كل دول وخليها بس ايه، عفوا، ماذا تقصد، تمام، سيف، واكتب له بقى اي كلمه غلط مثلا البورصه عاملة كده، عفوا، ماذا تقصد، تمام. انا اقدر ابرمجه بحاجات كتيرة جدا وبحاجات ذكية، بحيث لو اقول له لو في كلمة كذا ترد تقول كذا، وهو جواه ذكاء صناعي، يعني بياخد بس البدايات ويبدأ هو ايه ينطلق فيه. يعني اقول له انا عايز كريت انتنت عشان نزود حاجة خاصة بيني، خلينا مثلا نسميها مثلا الغداء،
يعني دي لو انا عايز مثلا اتغدى سيف، طيب هبدأ احط له بعض الجمل يعني لما يقراها يحس يعرف ان احنا هنتكلم في موضوع الاكل. اقول لكم مثلا هناكل ايه. طيب اول ما يلاقي كلمة هناكل ايه يجاوب عليها من هنا ويقول له ايه، اي حاجة. احنا متعودين كده هناكل ايه، اي حاجة. خلاص هناكل بيتزا، لا عايزين فول وطعمية. طب ما تقول من الاول ماشي. مثلا تقدر تضيف اكتر من جملة، اكتر من رد للجملة ديت. تقول له سيف، طيب هناكل ايه، انا جعان، نطلب ايه. تمام. سيف، عايزين ناكل، عايز ياكل، هناكل ايه. تمام. يعني اول بقى ما يلاقي ايه كلمة هناكل ايه، خلي بالك هو بيطور نفسه بنفسه، هيروح ردد لك اي حاجة وهو بيطور نفسه بنفسه. يعني الاول بس ما يلاقي كلمة كده يقفش فيها ويروح فاهمها ويطورها وكل حاجة. طيب ممكن نقول له سمول توك، ده بيطور نفسه، بيبقى جاهز ببعض الردود. فلما تعمل له انيبل ده بيسهل الموضوع شوية. ممكن سؤال يجي مفاجئ هو ياخد الإجابة من هنا. وعندي هنا انتليجنس بحيث ان انت تقدر تشغله على الفيسبوك، وتقدر تشغله على الفايبر والتويتر والتليجرام والسكايب والامازون واللاين والكيك معرفش ايه وهكذا. يعني بتشغله حاجات كتير هنا سلاك لو انت عايز تبرمج. فان شاء الله يبقى في فيديو تاني وتالت ورابع لحد ما ندخل موضوع الذكاء الصناعي ونفهمه بسهولة كأنه لعبة. تمام. يعني واحدة واحدة لما ندخل في البرمجة بتاعته هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. وممكن تيجي هنا في الدوكيومنتيشن وتبدأ تقرأ أكتر.